into my room, my world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Just need a goal. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة فريمت. في هذا الفيديو راح ننتقل ان شاء الله لنادي يوفنتوس الايطالي، وذلك بعدما قلتم لي في طريقة انتقل الى الدور الانجليزي ولا يوجد اي نادي انجليزي للاسف الشديد، وايضا هناك الكثير ممن قال لي انتقل الى يوفنتوس. وبالفعل سادي يا مشاهدين الكرام، بما انه لا يوجد نادي انجليزي فانتقلت الى نادي يوفنتوس الايطالي. لهذا قبل ما نبدا لا تبخلوا علينا باللايك على الشرف القناة وتفعيل زر التنبيهات، واشكر جزيل الشكر كل من يشاهد الفيديوهات للاخير، هذا افضل دعم اسطوري بالنسبة لي. المهم دعوني لا اطيل عليكم، يلا بنا ليتس جو. اوكي يا جماعة، مثل ما شفتم في الفيديو السابق جاتني اربع عروض من قبل اربع اندية: موناكو ويوفنتوس وباريس سان جيرمان ولوس انجلوس. بالطبع استشرتكم وقلت لكم انتم من ستقررون انتقالي ام ساجدد مع باريس سان جيرمان. التعليقات قالت لي اذهب الى انجلترا، ولكن لا يوجد اي نادي انجليزي من بين هذه الاندية، راح ننتقل الى يوفنتوس ان شاء الله، نعمل تعاقدات كبيرة ان شاء الله ونفوز بدوري ابطال اوروبا والسيري اي. قبول. اوكي، ودعم باريس سان جيرمان موسم 2021-2022 وبداية فترة الانتقالات الصيفية ان شاء الله. اوكي، اهداف الموسم، تحديد الاهداف. اود مناقشة اهداف الموسم يا فريمت. تفضل تفضل عزيزي. بصفة المدير الرياضي اظن من الافضل ان تصب جهودنا على الفوز بالتشامبيونز ليج، ما رأيك؟ لازم نفوز بالتشامبيونز ليج والدور الايطالي، علينا الفوز ايضا بالدوري. اظن انه يمكننا الفوز بالتشامبيونز ليج وبالدوري، احراز الثنائيه هذا العام ممكن جدا بالنسبه الى نادينا ان شاء الله. اوكي، مقابله الصحفيه بعد انتقالي لنادي يوفنتوس. اي اسلوب من الكره تريد تقديمه هذا الموسم؟ اريد رؤيه اسلوب لعب نظيف وروح الرياضيه، اريد تقديم اسلوب رائع، اريد رؤيه اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم. النشاط العالي هو اسلوبي سواء عند الهجوم او الدفاع، عليك ان تكون مستعدا لبذل اقصى جهد وتعب في المباراة. يا جماعة راح ندخل المفاوضات نشوف ال اوكي هذا لاعب جديد يا جماعة. اوكي رونالدو، يا سلام ديبالا. اوكي لازمنا وسط ميدان يا جماعة. اوكي ينقصنا لاعب محوري او مدافع محوري يا جماعة. اوكي يا جماعه راح نحاولوا نتعاقدوا مع اشرف حكيمي. اوكي 80 مليون اورو رسوم الاستغناء. اوكي ايضا راح نحاولوا نتعاقدوا مع ديو هيرنانديز لاعب ميلان، 60 مليون اورو. اوكي رسوم الاستغناء 62 مليون اورو. اوكي قبول. ديو هيرنانديز مرحبا بك. وايضا اشرف حكيمي يطالب بزياده الراتب السنوي، رسوم استغناء 80 مليون اورو، الراتب السنوي المطروح 5 ملايين اورو، ولكن راح نقبل. اوكي ماشي. اوكي يا جماعه الخير، ثيو هرنانديز او من هذا؟ نعم ثيو هرنانديز هذا، والله ما يشبه له يا جماعه. مرحبا بك ثيو هرنانديز. اوكي جاني عرض لي كليني ب 2 مليون اورو رسوم استغناء 4 مليون اورو، ما راح نبيعه يا جماعه. كوادرادو ايضا طلبوا 9 مليون اورو ارسنال. ما بدي بيعه. اوكي دانيلو برسوم استغناء 7 مليون اورو. اوكي ما يوجد رسوم استغناء، ولكن نحاولوا نوصلوا على 14 مليون اورو. اوكي يا جماعة نحاولوا نتعاقدوا مع لوكاكو لمدة موسم واحد اعارة بالطبع، نعطوهم 30 مليون اورو. اوكي ادم الناس في فريق كالياري راح نحاولوا نتعاقدوا معاه، ليس مقتنعا بدورنا. اوكي رسوم استغناء. اوكي راح نعطولو هذي، نعطولو هكذا تمام، ثم ننتقل مباشرة للايام المقبلة. اوكي يا جماعة راح نحاول نستغنى على دانيلو. قبول الشروط نعم، ومبروك علينا 3 ملايين اورو ميزانية الراتب.
اوكي رمزي رمزي عطاونا 12 مليون اورو وقيمة الاستغناء 28 مليون اورو. بيمزحوا علينا يا جماعة، نتعاقدوا مع لوكاكو يا جماعة. لوكاكو مرحبا بك بنادي يوفنتوس، ان شاء الله تقدم الاضافة لنادي يوفنتوس ونحقق لقب السيري اي ولقب تشامبيونز ليج ان شاء الله. هذا الموسم راح يكون موسم خرافي جدا يا جماعة، ان شاء الله راح نحاول اني اعمل كل يوم فيديو. اوكي يا جماعة، مباراة تمهيدية قبل بداية الموسم، راح نشوف اداء النادي، راح نلعب هذه المباراة ان شاء الله ونشوف اداء النادي يعني اللاعبين. اوكي هنا يمكن اقتراح السماح لهذا اللاعب اوكي تكون فرصه جيده ساضعها في الاعتبار. مشاهدي الكرام مرحبا بكم في اولى مباريات المدرب فريمد مع نادي يوفنتوس امام زينيت سان بطرسبرغ الروسي، مباراه قمه او مباراه وديه فقط. اوكي فلتبدا هذه المباراه يا اعزائي المشاهدين. مالكوم الركنية وحارس يتدخل. لوكاكو تسلل لوكاكو. رونالدو بتمريرة من لوكاكو والهدف الأول لصالة يوفنتوس. مثل ما تلاحظون هذه هي الكرة الرائعة والجميلة جدا لوكاكو، يبغي الدفاع ومريرة رونالدو في الجول. ونهاية الشوط الأول 1-0 بهدف رونالدو في الدقيقة الثانية والأربعون من عمر هذه المباراة. لوكاكو خطأ حكم. رونالدو ونهاية المباراة 1-0 بهدف كريستيانو رونالدو في الشوط الأول. اوكي يا جماعة جاني عرض، والله اننا في حيرة يا جماعة. اوكي لازم ندرب يوفنتوس بما انني انتقلت يوفنتوس. اوكي راح نحاول نتعاقد مع ادم والناس يا جماعة الخير، مرحبا بك ادم والناس. اوكي يا جماعة راح نحاول نبيعوا هذا اللاعب، ما بعرف اسمه ولكن راح نبيعوا. اوكي يا جماعة ما راح ننتقل للفريق الوطني او المنتخبات يا جماعة للأسف الشديد. مشاهدي الكرام مرحبا بكم في مباراة اليوم، مباراة كأس الودية بين غلطة سراي ويوفنتوس. يلا لوكاكو جول. لوكاكو راديمير لوكاكو الله أعلم نسيت اسمه يا جماعة، بتمريرة سحرية من كريستيانو رونالدو، ثنائية ممتازة جدا في الدوري الإيطالي. يا سلام بداية رائعة هو خرافية. راح رونالدو راح كاكو تمريرة الثانية من رونالدو إلى لوكاكو، لوكاكو يضعها في الشباك بكل أناقة. يا سلام بداية رائعة ضد غلطة سراي التركية. تسديدة عن بلندا راديميل فالكاو. اي 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 لم تكن في الشباك بتلك الطريقة الرائعة، الكيفية الرائعة
خمسة أمتار وخمسون. كيسو ونهاية الشوط الأول 2-0. خطيرة أوه خطأ حكم. أوكي على لوكاكو مش على رونالدو. كيزو تغييرين يا جماعة الخير ليوفنتوس. أوه حكم رونالدو في تنفيذ هذه المخالفة حطها في الجول يا رونالدو. تسديدة شو رونالدو والقائم والتسديدة من هذا اللاعب لا أعرف اسمه والحكم والحارس يتدخل. سامي خضيرة يدخل ويخرج أرطغرل من اللعب. رونالدو فالكاو الهدف والهدف لماضي ميل فالكاو ونهاية المباراة 2-1 لصالح يوفنتوس. اوكي جماعة احنا في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي لازم نفوز عليهم. مشاهدين انا ما كنت مرحبا بكم في مباراة اليوم بين مانشستر سيتي ويوفنتوس على ملعب ستاديو نيزانيولي. هذا هو كأس المباراة الودية ولا كأس الدولية الودية. ان شاء الله راح يكون اول لقب. دي بروين تسديدة اناني دي بروين في هذا اللقطة. لوكاكو جيسوس دي بروين جابريل شيسوس محاولات جد خطيرة من مانشستر سيتي في هذه الأثناء. ونهاية الشوط الأول 0-0 بين الفريقين. رونالدو جول رقم 30 من بنتاكور. يا سلام هدف مباغت في الشوط الثاني مباشرة يا جماعة. شوفوا يا جماعة الخير رقم 5 الى رونالدو الى لوكاكو او كيزا الى هذا الرقم بنتاكور والجول. أغويرو يدخل جابرييل جيسوس يخرج. ستيرلينغ رونالدو أمو خطأ حكم أكيد خطأ. يلا رونالدو استعد يا رونالدو راح تسوي هذه اللقطة. يلا رونالدو تغييرين ليوفنتوس الآن في هذه اللحظات أعزائي المشاهدين أنا مكتوم. ستيرلينغ ما راح يمرر. تسديد رونالدو في الدقيقة 88 أو في 89 من عمر هذه المباراة. تسديدة رونالدو الساري خويا. يا سلام
تسمع. الله الله الله، شوف 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 يا سلام، رقم 12 يتوغى داخل أرضية الميدان ثم يمرر وتصطدم بالدفاع. روبن دياز ولا أمريكا لابورت، محاربين الطليان محاربين. لا جرين تادي أتليانو، 5 دقائق كبد الوقت ضائع. الأغويرو يقلص النتيجة 2-1. جول 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 لا. نهاية هذه المباراة بفوز يوفنتوس على مانشستر سيتي 2-1، يرسم تتويجا بهذه البطولة الودية، كأس الأبطال الودية أمام مانشستر سيتي. يا سلام، فرحة عارمة لنادي يوفنتوس بتحقيق هذا اللقب، ورونالدو يرفع كأس البطولة الودية. أول لقب مع يوفنتوس، موسم استثنائي إن شاء الله مع المدرب فريمت. رونالدو هو بطل هذه المباراة. أوكي، جاني عرض لبوفون ولكن ما راح نبيعه، هنجددوا العقد. أوكي، جاني عرض لموراتا ب 25 مليون أورو ولكن بدنا 35 مليون أورو. أوكي، اليوم يا جماعة عندنا مباراة كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو. إذا نجمات الخير، وصلنا لنهاية هذا الفيديو، أتمنى الفيديو عجبكم. شكرا لمشاهدة الفيديو الأخير، ربي يحفظكم ربي ينوركم، إن شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم بحول الله عز وجل. يلا فجر اللايكات لهذا الفيديو، نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم.